قلنا ان الاكل دايما لازم يبقى فيه حلو، والحلو بتاعنا النهارده كنافه، بس كنافه بالمانجا بالمناسبه، لكن مش باي مانجا. شفنا كتير وشفنا حاجات كتير قوي لكنافه بالمانجا بس بطرق مختلفه. هنعمل حاجه اسمها كنافه بكيورد المانجا. كيورد دي طريقه تسويه وطريقه عمل صوص. تعال نقول كده المكونات بتاعتنا سريعا. نص كيلو مانجا متقطعه قطع صغيره، نص كيلو كنافه، ربع كيلو سكر بودره، معلقتين سمنه بلدي. كيورد المانجا بقى هنعمله ازاي؟ نص كيلو سكر، 100 جرام مانجا متقطعه مكعبات وكوبايه عصير مانجا و8 اصفر بيض وربع معلقه ملح و100 جرام زبده. تعالوا نبتدي سريعا كده. الكنافه بتاعتي علشان انا اعملها بطريقه حلوه ولذيذه